تحت شعار بالعلم ترتقي الأمم، أقامت الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا المؤتمر العلمي الصيدلاني الأول بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الصيدلة وأساتذتها في الجامعات الحكومية والخاصة. جلسات المؤتمر تلامس العديد من المحاور وكلها تجتمع في بوتقة واحدة وهي مهنة الصيدلة. مهنة الصيدلة حقيقة مهنة يعني متشعبة جدا، وهذا التشعب جعل من محاور المؤتمر أيضا متشعبة، فالعناوين كثيرة تلامس جميع هذه المحاور الخاصة بمهنة الصيدلة. هذا المؤتمر العلمي الصيدلاني الأول في رحاب الجامعة اللي حيربط بين القسم الحياة العملية للطلاب بالمستقبل القريب والقسم النظري اللي هن عم ياخدوا. من ضمن المحاضرات العلمية هي عم تكون كل شيء حديث بمجال النانو تكنولوجي، بمجال السرطانات، بمجال الصناعة الدوائية. المؤتمر كان على شكل المستجدات الصيدلانية الموجودة بحيث ربط الأمور العلمية بالأمور العملية، فكان الدكاترة عطوا على جميع الأصعدة وجميع المجالات والاختصاصات الصيدلانية، فكان أمور اطلاع الطلاب حتى الزملاء بالمستجدات الصيدلانية بمختلف الاختصاصات. وتضمن المؤتمر محاور ومحاضرات علمية حول الصناعة الدوائية وكيمياء الأدوية ومراقبتها والأحياء الدقيقة والتقانة الحيوية وعلم تأثير الأدوية الكيميائية والنباتية. هذا البرنامج اليوم المؤتمر ببرنامج غني جدا من المحاضرات، عندنا 25 محاضرة تتكلف من 3 محاور، 3 محاور تشمل قسم العقاقية والأدوية والتكنولوجيا الصيدلانية. مؤتمر بيقدم للطالب بيربط بين المعرفة العلمية والخبرة العملية على أرض الواقع. جمعنا الخبرات من جامعات مختلفة من مختلف أنحاء القطر، من أكثر من محافظة، لقينا في يعني وجود الدكاترة محاضرات علمية مفيدة. هذا المؤتمر العلمي اللي بينمي خبراتي كطالبة صيدلة، والمحاضرات العلمية اللي كانت عم تنعطى كتير مفيدة وفيها معلومات وزودت خبراتنا. استفدنا من هذا المؤتمر انه علمنا أصناف دوائية جديدة وزادنا خبرة ومعرفة لحياتنا المهنية. ويهدف المؤتمر لاستنهاض واقع الصحة ضمن إدارة عصرية لتطوير الخدمات الطبية وضمان جودتها واستمراريتها وتعزيز قدرات مقدمي الرعاية الصحية. حسام الشبأ، الإخبارية السورية، مدينة حماة.